انا ولي 50 سنه في القصر اليوم خرج خالص ولا جبنا لنا الظل لا نجيب ضاعه جديده وربنا معوضنا شنو نصر ما عندناش معوضنا غير ربنا بس والله المحلات انا عمري 32 سنه وانا عمري 13 سنه 14 سنه والله وانا بغسل هون وعبل ما حوشنا قرش عرش عبل ما فتحنا محلات فوق والحمد لله يعني تقولي انت تقريبا عن تعب 20 سنه يروح يختفي بلحظه احنا مجهزين ليش القيمه 350 الف دولار قيمته انه احنا مجهزين للعيد احنا العيد كمان 18 يوم احنا جايبين مستوردين بضاعه من الصين ومن تركيا كل البضاعه هاي انحرقت يعني محلاتنا كانت فل البضاعة جاهزين نستقبل العيد الكبير الحمد لله رب العالمين وهي مصدر الرزق الوحيد اللي إلي لثلاث أشخاص ثلاث أولاد يعني اشتغلوا معي مهما يعملوا تظل صامتين